ألو ألو، بنجامان ستورا عبر الهاتف. بدأت من النهاية. سؤالي الأول ذاتي جدا. تقاسمت مع المؤرخ قصة طفولة وأصول صورية، وحكي بقي شفهيا حول قصة تعايش بين اليهود والمسلمين بموغادور، حكي لم تستحضره مناهج التاريخ، حول قصة غياب وحضور. يجيب بنجامان ستورا: هناك أسباب لتفسير هذا الغياب الحضور. غداة استقلال ونهاية الاستعمار في عدد من الدول المغاربية ومنها المغرب، الأولوية كانت بناء الدولة الوطن. لم يكن التفكير في إعادة بناء سرد وطني شيئا طارئا. السؤال الحاسم كان بناء الدولة الوطن بكل بساطة. إرادة البناء الفورية هذه غيبت سردا تاريخيا وطنيا دقيقا. سؤال دقة السرد الوطني هذا عاد تدريجيا في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وهنا بدأت الأسئلة حول ماهية تاريخ طويل كهذا في المغرب مثلا. هذا في رأيي السبب الأول. السبب الثاني هو رحيل يهود المغرب بكل بساطة، وهو قرار اتخذته عائلات كثيرة لخوف من ماهية دولة ما بعد الاستقلال وتساؤلات حول موقعهم كأقلية في دولة جديدة. وطبعا هناك بروباغاندا القادمة من إسرائيل التي حثت اليهود للالتحاق بدولة إسرائيل. يهود المغرب حين اختاروا الرحيل على عكس يهود الجزائر الذين كانوا فرنسيين، لم يكن لهم اختيار آخر غير إسرائيل. لم تكن حينها فرنسا وجهة ليهود المغرب على عكس يهود الجزائر. دعوات الدولة العبرية لعبت دورا، والشكوك حول شكل مجتمع ما بعد الاستقلال أيضا هي عوامل دفعت يهود المغرب للرحيل تدريجيا. حين زرت المعرض وجدت نفسي أمام سرد شامل وكبير لقصة العالم العربي، سرد يحمل المعقد في هذه الجغرافيا، في هوية أنا وكل تعدد الذي صنع عالما موحدا والذي أحيانا خلق الصراعات. ما هي الصعوبات السردية التي واجهتموها قبل اقتراح هذه القراءة وهذا المسار؟ عملي على الموضوع لم يبدأ مع هذا المعرض. قبل سنوات اشتغلت على موسوعة مع المفكر عبد الوهاب مدب حول علاقات المسلمين واليهود، وقد صدرت قبل 10 سنوات. وقد خبرت من خلال أبحاثي لسنوات ما أسميه حضور يهود الشرق الغائب، وهي قصة جاليات قوية الجذور تاريخيا ستختفي فجأة. brusquement, disons, a disparu. L'idée du parcours, donc c'est la même idée que l'encyclopédie, c'était de ne pas commencer ce récit par sa fin. فكرة مسار المعرض كفكرة موسوعة، السرد فيها لا يبدأ من النهاية كما فعلنا الآن، أي من الرحيل والنفي والفراق، بل العكس. ولنفهم هذا الرحيل تحديدا كان علينا عرض حكي طويل التاريخ، وبالتالي بدأنا من مرحلة ما بعد المسيحية ومرحلة ما قبل الإسلام. Il est montré dans cette exposition, disons, des pierres de Volubilis, donc c'est très ancien, c'est le temps même avant la présence du christianisme. المعرض اختار قطع فسيفساء مثلا من وليلي، وهي قديمة جدا تعود لما قبل المسيحية، وهناك سلسلة قطع أخرى تحكي ما قبل الإسلام. هو سرد طويل الزمن يهتم أيضا بأسماء مهمة كابن ميمون الذي هاجر من قرطبة إلى فاس المغربية ثم إلى مصر، وقد كان عالما مهما وطبيبا لصلاح الدين. مسار هذا العالم لوحده يحكي التعايش والخلاف. Des séparations. Et puis, bien sûr, comme marqueur historique,
dans la temporalité longue, il y avait la fameuse date de 1492, c'est-à-dire في هذا المسار سنة 1492 تاريخ قوي يحكي طرد مسلمي ويهودي الأندلس وبداية تاريخ جديد معهم على أراضي إفريقيا الشمالية، وهي قصة جديدة أخرى صنعها أفراد خبروا العيش معا لقرون. سؤال اللغة سؤال مهم في هذا المعرض. كيف حكت اللغة العربية قصص يهود الشرق، وكيف جعل يهود الشرق من اللغة العربية تعبيرا لهم؟ Les Juifs progressivement ont adopté la langue arabe comme une langue de communication. Ça s'est pas fait immédiatement. Vous savez, la présence juive. اليهود تبنوا تدريجيا اللغة العربية، وهو أمر لم يحدث بين عشية وضحاها. حضور اليهود في العالم العربي يعادل 15 قرنا. في غضون قرنين اللغات الأصلية وخاصة الأمازيغية التي كانت لغة القبائل اليهودية اختفت تدريجيا، وأصبحت اللغة العربية لغة تواصل البحر الأبيض المتوسط. انطلاقا من القرن العاشر فرضت العربية نفسها كلغة تواصل وثقافة، وخاصة لغة كتابة. وجدنا طبعا الكتب الدينية. ابن ميمون مثلا كان فيلسوفا عالما طبيبا شاعرا ككبار جيله، ككبار النهضة الأوروبية. Un grand savant en même temps qu'Averroès. Il était un philosophe, un médecin, un poète, etc. Comme beaucoup d'hommes de cette époque, un peu qui préfiguraient les hommes de la Renaissance européenne, qu'on trouvera plus tard. Hein. Vous savez, ces personnages qui à la fois étaient férus de foi. شخصيات مثله شغوفة بالعلم والإيمان والطب بشكل استثنائي، وجدنا أنها كتبت منشوراتها باللغة العربية. كتاب لزيغاري الضائعون كتب بالعربية مثلا، وهو مرجع مهم في التقليد اليهودي. الكتابة، ولكن أيضا تعبير التواصل اليومي، الكلام العام والخاص كان باللغة العربية، وهذا الأمر استمر لقرون. المعرض يقترح قطعا فنية فريدة، وقد أعجبت كثيرا بمخطوط ابن ميمون الذي يحمل أخطاءه وهفواته، كما أعجبت بصور عائلات غير معروفة وهي تحكي قصصا مع أغاني شعبية. لماذا كان مهما استحضار الذاتي مع سرد تاريخي كبير؟ Parce que dans mon parcours, dans mon travail intellectuel, j'ai toujours essayé de faire croiser hein, les parcours individuels avec la grande histoire. في مساري العلمي حاولت دائما أن أخلق فرص لقاء بين مسارات شخصية والتاريخ الكبير، وهذا أمر يساعد الجمهور الكبير على التمثل. المسارات الفردية تفسر التاريخ الكبير. نتابع هنا قصص عائلات، حياة أفرادها اليومية واختياراتهم الشخصية، وهو أمر يضع الزائر أمام رواية من الداخل لفهم ما جرى. هي قصة شخصية عائلية بالنسبة لكم أيضا بنجامان ستوغا، وقد كتبتم عن رحيل يهود الجزائر. ماذا أعطاكم هذا المعرض؟ هل أجاب عن رغبة شخصية ما، أو ربما حقق شيئا من مشاركة السرد التي تتشبثون بها؟ نعم، هناك رغبة عندي منذ سنوات في تشارك هذا السرد مع أجيال أخرى. أنا اليوم أبلغ من العمر 71 سنة، والوقت يمر، وأريد أن أحكي هذه القصة لعدد كبير حتى لا تختفي. أنا عشت داخل هذا التاريخ، تاريخ تعايش بمدينة قسنطينة، حيث عاشت التقاليد المسلمة واليهودية والحكي باللغة العربية والحفلات المشتركة. أنا شاهد على هذه القصة، لكنها غائبة بين أفراد الأجيال الشابة، وهو نقص ذاكرة كبر شيئا فشيئا في كل العالم المغاربي، ليس فقط بالمغرب، بل بدرجة أكبر في الجزائر، حيث لم يبقى تقريبا أي يهود اليوم.
اشتغلت على موسوعة مع عبد الوهاب مدب وأيضا على قصة مصورة، لأن أساليب التواصل والحكي يجب أن تكون معاصرة، وقد أنجزت هذا العمل قبل شهر، وقد تزامن مع تحضيري للمعرض، والمشترك هنا رغبة في نشر هذا الحكي حتى لا يضيع. سؤال أخير بنجامان ستوغا، هل تتمنون أن يسافر معرض يهود الشرق ليشاهد بطنجة، بوهران أو ببيروت؟ أجل، بكل تأكيد هو حلم كل من يصنع معرضا من هذا القبيل، لكن المشكلة يتعلق بالأزمة الصحية والحدود تفتح وتغلق. نحن نعيش وضعا صعبا، لقد حضرنا المعرض خلال الأزمة، وقد كان الأمر معقدا جدا لتسافر القطع من المغرب مثلا، لأن المملكة أعطت قطعا كثيرة. القطع تأتي أيضا من معارض مختلفة، من نيويورك، من لندن، من القاهرة، وهناك قطع أيضا أتت من إسرائيل. هذه القطع تشكل إذن معرضا مؤقتا، وكل القطع ستعود لأصحابها بعد المعرض. مخطوطات الجينيزة التي تعود للقرن التاسع لا يمكن أن نسافر بها عبر العالم، هي مسألة معقدة فعلا على مستوى الحفظ. القطع ستعود، والأسهل سيكون ربما زيارة المعرض الآن هنا بباريس. شكرا بنجامان ستوغا. باريس، إكرام بن شريف. ميرسي. ميرسي. Au revoir.